اخوتي المواطنين، اخواتي المواطنات، لهذا راه واجب علينا جميعا ناخذوا التوجيهات العامه اللي جابها الدين ديالنا في مواجهه الاوبئه، وكذلك نلتزموا بالنصائح والارشادات اللي كتجينا من الجهات المختصه اللي هي النظافه باستمرار، كما قال الله تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.